الرحمن الرحيم. فاحنا من بعد 48 يوم من النضال المتواصل لازلنا نحن مرصبو امتحان الاهلي لمزاوله مهنه محمد لسنه 2022، رغم اننا قمنا خلال مجموعه من الخطوات النضاليه نحتج فيها على النتائج المشبوهه لهذا الامتحان، مطالبين بطلبات مشروعه وبسيطه، فتح تحقيق ومتابعه اي مسؤول تلعب بالمصير ديالنا والمعاقبه ديالو، الغاء النتائج وبهذا الغاء الامتحان واعاده الامتحان في ظروف شفافه ونزيهه. طلبات بسيطه ديال الطلبه ديالنا من اول نهار خرجنا لا يستحيل تحقيقها، ولكن ومع ذلك المسؤولين قابلوا الطلبات ديالنا بتصريحات مستفزه خصوصا في الوهله الاولى لكي نتراجع، وذلك ما زادنا الا عزيمه واصرار وثقه في القضيه ديالنا. وبهذا وهنا مر الى صفوف من تعاملوا مع القضيه ديالنا بالصمت كاننا لا نعنيهم، كان المستقبل ديالنا لا يهمهم. وهنايا تحديناهم وبحثنا وقدمنا الادله والاخرى وقعرناهم بالحجه والدليل، ومع ذلك ظل الصمت سيد الموقف. لا وقفات في الشارع ولا الكلمه ديالنا في المنابر الاعلاميه ولا الدعاوى اللي درنا امام المحاكم، لا المحاكم الاداريه ولا محكمه النقد ولا الشكايات ديالنا اللي درناهم جهات مختصه. اليوم كنقول لكم على اننا حنايا ابتداء من يوم 5 يناير 2023 وحنايا كنحطوا شكايات للوكيل العام لدى محكمه النقد لفتح تحقيق. والى يومنا هذا حنا اليوم 22 فبراير 2023، مازال الدعوه العموميه ما تحركاتش. فهذا الشيء ما خلانا الا اننا نقروا على اننا نصعدوا ونلجؤوا للخطوات التصعيديه باش نبينوا للجميع ونوضحوا ليه على اننا لازلنا مستمرين في النضال، خصوصا من بعد التصريح الاخير ديال السيد الوزير اللي حاول من خلاله انهاء هذه المعركه من خلال ولا حينما بدا صحفي حوار طويل عريض يناقش فيه مجموعه من الملفات ومجموعه من القضايا المتعلقه بوزاره العدل وكذلك حزب الاصاله والمعاصره، سؤاله بمفاده ما الذي استفدتم من ملف امتحان الاهليه لمزاوله مهنه محاماه الذي طوي، فمن الذي طواه ونحن ننتظر كلمه القضاء؟ فهنا ضرب صارخ لدور القضاء في المغرب. فمن الذي طواه ونحن لازمنا نخرج الشارع ونصرخ باعلى صوتنا وباقي كنطالبوا بالحق ديالنا. فاحنا اليوم جينا هنا باش نقولوا ليه على اننا لم ولن نطوي القضيه ديالنا، وهذه القضيه ديالنا ولات قضيه فساد اكثر من هي قضيه فضيحه بسيطه اللي كنا بحال نهار الاول كنقولوا ان فاسد وجوج اللي مسواطين فيها، وحنا ما غاديش نتراجعوا. هذا هو الوقت، انا الاوان لمحاربه الفساد بكل القوه ديالنا. فاحنا اليوم جينا نعلنوا على خطوه تصعيديه فريده من نوعها، كنا كاملين ضدها في الاول، ولكن اليوم كنعلنوا على ان هناك اضراب على الطعام والشراب. نعم، مجموعه من الطلبه المتضررين قرروا يديروا اضراب على الطعام يوم الجمعه 24 فبراير 2023، هاد الجمعه هادي. ملي كنقولوا اضراب على الطعام والشراب كنقولوا اضراب على الطعام والشراب كنقولوا خطوره على حياه شباب، طلبه شباب اللي امنوا بالقضيه ديالهم، شباب اللي تاقوا في مؤسسه الدوله وتاقوا في ان البلد ديالنا بلد الحق والقانون، على ان عندنا مسؤولين نزيهين، شباب اللي ناضلوا بطريقه ديال رجال القانون. وهذا الشيء راه كيشهد به التاريخ، درنا جميع الاجراءات القانونيه، طرقنا جميع مؤسسات الدوله، البرلمان، الاحزاب السياسيه، فاذا به ما لقينا الا الصمت. واضطروا الزملاء ديالنا اليوم يضحيوا بحياتهم وياخذوا خطوه بحال هذه سعيا لوجود اذان صاغيه. حنا في الاول كنا ضد هذه الفكره، رفضناها، علاش حنا نموتوا باش يعيشوا هما؟ واش يموتوا الشرفاء باش يعيشوا ويستمتعوا الفاسدين؟ فهذا ماشي عدل. ولكن من درسنا هذه الخطوه هذه دراسه مستفيضه بلينا على ان هذه الخطوه لا فرار منها، خصوصا ملي كنقولوا على ان الدعوه العموميه مازال متحركه الى يومنا هذا بدون تفسير. الدعوه ديالنا ديما كاينه في الاجراءات، هادشي بدون ذكر دوك الدعوات اللي تم فيهم التنازل وحنا ما عارفينش علاش، الطلب الاستعجالي ديالنا اللي مازال ما تثبتش فيه، فهادشي كامل خلانا علينا ناخذوا هذه الخطوه. وخا صعيبه ولكن اليوم الزملاء ديالنا غادي للموت من نهار الجمعه، غيبداو يحسبوا بالايام وفي الساعات وحنايا كنتسناهم، ومع ذلك كلنا ثقه ان شاء الله اننا غننتصروا وما غاديش نتنازلوا. وكذلك السيد الوزير كيحاول من خلال التصريحات ديالو على انه يمر لينا بما مفادو على ان اولا المسؤولين كيلعبوا على عامل الوقت باش يخليونا، لان الا قالت القضاء الكلمه ديالو من بعد الامتحان الشفوي فالقضيه انتهت. لا، القضيه ما انتهتش تما، واخا يقول الكلمه القضاء واخا يقول الكلمه ديالو من بعد الامتحان الشفوي، ولو الى قدر الله لقى الزملاء ديالنا حتفهم. فحنايا غادي نبقاو كننتظروا كلمه ديال القضاء، وكلمه القضاء غادي تنصرنا وغادي تلغى هذا الامتحان
وغادي تلغاو دوك النتائج المشبوهه ديال الشفاله وديال الكتابي، حيت حنايا الدعوه ديالنا ديال الغاء الامتحان ككل بناء على الخروقات اللي طات القرار الوزيري اللي كينظم امتحان الاهلي لمزاوله مدينه المحاماه ككل في الكتابي ديالو الشفوي. فحنا اليوم انا كنقولوا على ان زملاء منا دايرين خطوه صعيبه بزاف ديال اما يتفتح تحقيق واما ان يهلكوا دون ذلك لا قدر الله. بغينا اليوم يتفتح تحقيق الذي يرعب المفسدين، الذي يجمد الدماء في عروقهم. بغينا تحقيق يتفتح في اقرب وقت ويكون تحقيق نزيه ديال ان يقدموا لنا هاد المفسدين العداله ويتحاسبوا كايها الناس. وبغي نقول لهم اليوم على اننا نملك من الصبر ما يكفي، ونملك من الصلابه ما يكفي، ونملك من الجراه ما يكفي، ونملك من الشجاعه ما يكفي، وكذلك نملك من الوقت ما يكفي. فحنا ما خاصنا والو في هذه القضيه، بالعكس حنا رابحين الى يومنا هذا ومازال غادي نربحوا هذه القضيه. ربحنا معارف قانونيه كبيره، ربحنا تعاطف ديال الشعب المغربي ككل، ربحنا مجموعه ديال المناضلين الاحرار ومحاميون اللي بصح محاميين ماشي مصريه اللي قالوا كلمه الحق وساكتوا عن الحق شيطان اخرس. اساتذه جامعيين خرجوا وقالوا هاد الخروقات راه واضحه، ما بني على باطل فهو باطل، هاد الامتحان راه كله عيوب. يعني شكون اللي خاسر في هاد المعركه اليوم؟ راه هاد المسؤولين هما اللي خاسرين. وحتى ان لم تدركوا اسمحوا لي ان اقول لكم لان مجال السياسه ليس لكم. فنحن اليوم جينا هنا باش كنعلنوا التضامن ديالنا الكامل مع الزملاء ديالنا، وكنحملوا المسؤوليه ديال اي حاجه غتوقع للزملاء ديالنا لجميع المسؤولين. ثم نحمل المسؤوليه لوزاره العدل، نحمل المسؤوليه لرئاسه الحكومه، نحمل المسؤوليه لمؤسسه القضاء، نحمل المسؤوليه للاحزاب السياسيه للبرلمان، وكذلك نحمل المسؤوليه حتى الافراد ديال الشعب المغربي مع احترامي لكم اللي غتعاودوا تصوتوا على هذه المؤسسات الحزبيه لاحقا لبينو ووضح جليا بما لا شك لا داعي للشك بما بانهم مرتزقه. فعلا هما مرتزقه يستغلون صوت الشعب والثقه ديالنا ليقضوا حوائجهم والمصالح ديالهم، اما حنا لا اهميه لنا، والدليل هو هادشي اللي كنعيشوه اليوم. وكذلك العزم ديالنا كيبان من الارتباك ديال السيد الوزير والخروج ديالو الاعلامي الغير مدروس اللي من الاول ديال القضيه ابان على اننا على حق. فما الدير ندوي بالمنطق، ما الدير من فتح التحقيق الى يومنا هذا؟ علاش ما جاوبوناش التساؤلات ديالنا ولو حتى لكي ينفذوا الكلام ديالنا وكذبونا وافتحوا لنا تحقيق؟ ياك هذا الحق ديالنا ولا لا؟ واش وجود الخروقات كاملين ما قادرينش يفتحوا تحقيق؟ اذا انا شنو كيبان؟ وكذلك الخروج ديال السيد وزير اشاك فوا يهدد ويتوعد وما باغيش يفتح تحقيق، هادشي شنو كيبان؟ انهم يخبيو شي حاجه. وحنا اليوم كناكدوا عليها لان هذا الرفض المطلق لفتح التحقيق فهو كيخبيو به تلاعبات كبيره وملفات فساد كبيره. فراه ما بقى ما يزقال هنا، ما فريمون ما طرقنا جميع البيبان. وممكن نقول لكم باش نزيدو نتاكدوا الى يومنا هذا نرجعوا غير للوائح الخزي لوائح العار ونشوفوا شكون المسؤول في هذه القضيه. علاش مازال كنضوا حتى اليومين هذا غنلقاو جواب؟ علاش؟ حيت شكون المستفيدين من هذا الامتحان هذا؟ من كل مؤسسات الدوله، ابناء محامون، نقباء، قضاة، نواب برلمانيين، مسؤولين، وزراء. فلماذا حنايا حتى الى يومنا هذا اي مؤسسه مشينا لها كنلقاو من الصمت؟ اذا هادو كاملين تساؤلات كنحطوهم. حنا الطلب ديالنا الوحيد هو فتح تحقيق. لهذا كنتمناو على ان الزملاء ديالنا ما يوقع لهم والو، حيت سي فغي واحد المجموعه ديال الطلبه اليوم اللي بينهم المناضل الشرس امين نصر الله اللي كيعرفوا الجميع، والمناضل الحر عبد الرحيم من تنسيقيه تيزنيت، ومجموعه من المناضلين بمدينه الدار البيضاء اللي تا هما امنوا بالقضيه ديالهم، ومن مدينه مكناس ومدينه اكادير، يعني مجموعه ديال الطلبه ناس كثار غادي يموتوا. دعوا هاد المسؤولين يروا جثاميننا تزف الى المقابر لعل ذلك يرضي غرورهم. فان لم يفتح تحقيق فمن بعد هاد المجموعه هادي راه غتكون مجموعه جديده وموراها غتجي مجموعه اخرى. حنا راه اكثر من 30000 واحد مستعدون على اننا نعطيو الارواح ديالنا قربانا لوطننا، ونقر على ما نقول. وعاوتاني مجموعه من التساؤلات تفتس. دابا هاد الناس اللي كيبغيو يقولوا لينا كيبغيو يوصلوا لنا على انهم هم الدوله واننا حنايا مفروض علينا الخضوع. نبغي نقول لهم اليوم اننا لن نخضع لهم،
ولن نتنازل وسندافع القضية ديالنا وسنستمر في النضال إلى آخر يوم. فعاوتاني حتى التساؤلات هذه ملي كنشوفوا التعامل ديالو مع الملفات ديالنا كيفاش ديك الطريقة ديال الاستفزاز كيطرح لنا تساؤل. ونبغي نقول واحد الجملة وسمحوا لي عليها، على أن حكومة أخ النوش هي أسوأ حكومة مرت على هذا الوطن، لأننا وسمحوا لي التعامل ديالها مع جميع الملفات، خروقات، خرجت كل شيء، غلاء الأسعار، خرجوا الأساتذة الجامعيين، الطلبة المتضررين، المحامون، الضرائب، خرج الشعب كامل الشارع. التعامل ديالها مع جميع الملفات مخزي، لا يليق بمستوى حكومة تحترم نفسها وتحترم الوطن ديالها. واش طلبة خارجين الشارع كيقول لك أسيدي هاد الأدلة، ها الملف هذا كامل ملف فساد، وأنت ما باغيش تفتح لي تحقيق، وأنت اللي صامت، شنو هذا شنو كيعني؟ أنك موافق، أنك أنت متواطئ معاهم. وكذلك نرصدوا كاع حنايا نشيروا الضوء فيتفا باش نعطي الكلمه للزملاء ديالي، غير الملف غير التعامل ديال رئيس الحكومه مع ملف غلاء الاسعار مثلا، راه تقريبا نفس التعامل ديال السيد وزير العدل مع الملف ديالنا. كيفاش كيخرج الشعب للشارع، صافي كيغوت، كتنوض البلباله، كيطالب تخفيض الاسعار، فاذا بيه كيخرجوا لجان كيلحوا على البائع اليوم وحدين من المواطنين على انهم يعلقوا البلاكه ديال الثمن قدام المواطن، يعني استفزاز ما الغايه منه؟ هذا الشيء اللي بغينا نفهموا، حيت واش نورمالمون شنو كنعرفوا؟ خروج الشعب للشارع يربك الحكومه، فاذا به اليوم شنو كنشوفوا؟ على ان الحكومه هي من تدفع الشعب لخروج الشارع. وهنا كتطرحوا مجموعه ديال التساؤلات، ما الغايه من هذه المشاهد هذه اللي ولينا كنشوفوا على ان بعض المواطنين كيطاولوا على التوابيس الوطنيه وكيطاولوا على جلاله الملك بطريقه لا تليق. اذا السؤال الذي يطرح، واش هاد الناس عندهم مخطط واضح باغين يخلقوا واحد الفجوه بين الشعب والملك؟ او السؤال الاخر، على انهم مش باغيين يشغلونا كاملين باش دوزوا قوانين اللي مخالفه للثوابت الدينيه ديالنا والمبادئ الدستوريه. هادو جميع هادو كاملين اسئله مطروحه بشده، ونتمنى على ان المسؤولين يجاوبونا ويحلونا المشكل ديالنا في اقرب وقت، حيت غيوقع شي حوايج لا يحمد عقباها.